موجودة عندنا، وكنا فيها بنقول لو أنا عايز أستخدم الأسايمنت، الأسايمنت هتبقى ماشية إزاي. وكنا قلنا في السلايد اللي قبليها إن إحنا لو افترضنا إن الـ PX دي عبارة عن pointer بيشاور على X، وإن الـ PY ده عبارة عن pointer تاني بيشاور على Y، ولو جينا قلنا له PX equal الـ PY، وجينا قلنا له اللي بيبوينت عليه الـ PX equal اللي بيبوينت عليه الـ PY، دي الأولانية دي هتعمل إيه والتانية هتعمل إيه؟ الأولانية اللي هي PX equal PY دي assignment statement عادية، هيجي يعمل إيه؟ ياخد الفاليو اللي موجودة في الطرف اليمين ويحطها في الطرف الشمال، مش كده يا شباب؟ دي assignment statement. طيب الفاليو اللي موجودة في الطرف اليمين هي إيه؟ هي address، فهياخد الأدرس اللي في PY يحطه في الأدرس اللي في PX. ممتاز جدا جدا جدا. طيب الأدرس اللي في PY ده أدرس مين؟ إحنا قلنا إن هو أدرس Y، يبقى في الحالة دي هيقوم جاي واخد الأدرس بتاع البي اللي في البي واي حطه في البي اكس. في الحالة دي إيه اللي حصل عندنا يا شباب؟ بقى عندنا two variables بيشاوروا أو two pointers بيشاوروا على نفس الايه؟ على نفس الأدرس. تاني، هو ده حاجة غلط؟ لا مش حاجة غلط، لكن زي ما قلت لكم أول امبارح لما نيجي نعمل الحكاية دي لازم نعملها وسكير. ليه؟ لأن كأن أنا عندي مكانين أقدر أغير بيهم نفس الفاليو اللي هي هنا، يعني المكان الفاليو اللي هي في الواي دي مين يقدر يغيرها؟ يقدر يغيرها اللي في البي واي، ويقدر يغيرها اللي في البي اكس. دي في حد ذاتها ممكن في وقت من الأوقات تعمل لك إيه؟ مشكلة وانت بتشتغل. ماشي؟ طيب دي اول assignment statement. طيب تعال نروح بقى للassignment statement التانية. نرجع نفتكر حاجة قلناها اول امبارح، قلنا البوينتر موجود جواه ايه يا شباب؟ حد يرد عليا لو سمحتوا؟ لا، البوينتر جو، برافو عليك، البوينتر جواه ادرس، خلاص. فبالتالي لو انا قلت له سي اوت اللي في البي سي اوت بي اكس هيطبع لي ميموري ادرس. طيب اللي بيبوينت عليه البوينتر اللي هو ايه؟ اللي هو الاسترك وبعدين اسم البوينتر، ده بيبقى ايه يا شباب؟ مين هيرد عليا؟ بيبقى مش فاريبل، بتبقى فاليو، الفاليو اللي جوه. ماشي؟ يبقى بالظبط كده. يبقى انا لو انا زي ما قلنا قلت له سي اوت البي اكس يبقى هيطبع لي ادرس، لو قلت له سي اوت اللي بيبوينت عليه البي اكس هيطبع لي فاليو اللي هي ايه؟ 6 دي. جميل؟ نعم؟ ممتاز جدا جدا. احنا قلنا البوينتر بيبقى جواه ادرس، صح؟ جميل قوي. الكول باي ريفرنس كان بيحط قبل اسم الفاريبل علامه ايه؟ اند ساين. جميل جدا جدا، اللي هي معناها ايه؟ ادرس اوف الفاريبل. طيب لما انا جيت دلوقتي هنا كده، شايف انا بشاور فين؟ لما انا جيت خليت البي اكس بيشاور او جواه الادرس بتاع الاكس، عملتها ازاي؟ بالظبط كده، بالظبط كده. يبقى انا قلت له البي اكس ايكوال اند ساين وبعدين الاكس. يعني ايه الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ يعني البي اكس حط فيها الادرس بتاع الايه؟ بتاع الاكس. فعشان كده بقى ده بيشاور على دي اللي احنا بنقولها. يبقى هنا الادرس وظيفتها الايه؟ ان هي تجيب ادرس بتاع فاريبل. واضح كده؟ طيب تعالى الاسايمنت ستيتمنت دي تاني. اوكي، انا قلت له اللي بيبوينت عليه البي اكس اللي هي الفاليو اللي هي اكس بيساوي اللي بيبوينت عليه البي واي اللي هي الفاليو بتاعت الواي، كاني بالظبط قلت له اكس ايكوال واي. يبقى من هنا نقدر نعرف حاجتين مهمين قوي، ان البوينتر جوه ادرس
وإن أنا لما بشاور على أو بقول اللي بي بوينت عليه بوينتر، يبقى أنا في الحالة دي بتعامل مع مين؟ مع value. ممكن value دي غيرها، ممكن أحطها في assignment statement، ممكن أعمل اللي أنا عايزه بيها. واضح كده يا شباب؟ طيب الأري بقى، الأري بقى، الأري يا شباب، لما احنا جينا اتكلمنا على الأري، انا بتكلم هنا يا شباب على انهي أري، استاتيك ولا دايناميك؟ ها حد يقول لي؟ استاتيك أري، استاتيك أري، ممتاز جدا جدا جدا. لما جينا نشتغل في الأري ونتكلم في الاستاتيك أري، قلنا حاجه مهمه قوي، قلنا ان الأري باي ديفولت ريفرنس، مش كده؟ وقلنا ان انت لو بعت أري لفانكشن وجوه الفانكشن دي غيرت في الاري دي معايا، ايه اللي هيحصل؟ هترجع لك متغيره، صح كده يا شباب؟ الكلام ده قلناه. طيب ايه علاقه ده بقى بالبوينتر؟ الحقيقه ان الاستاتيك اري باي ديفولت هي بوينتر. يعني ايه؟ يعني انا لما جيت قلت له انت ليست اوف 6 ايكوال 11 12 اهو، لو انا جيت قلت له سي اوت ليست، تفتكروا ايه اللي هيطلع يا اولاد؟ لو جيت قلت له سي اوت ليست، ليست فاضيه من لا لا من غير فور لوب ومن غير اي حاجه، كلمه ليست فاضيه ال اي اس تي دي، الله ينور عليك، بالظبط كده. هي الاري، حتى الاستاتيك اري هي some sort of pointer، واللي موجود في اسم الفاريبل ده اللي هو list ده أو whatever الفاريبل اسمه إيه بتاع الأري، هو الأدرس بتاع أول بايت في أول element في الأري. يعني لو أنا دلوقتي قلت له see out list هيطبع لي إيه يا ولاد؟ مش 11، هيطبع لي الادرس بتاع اول بوينت، اول اسف بايت في ال11. شايف انا واقف فين؟ الادرس بتاع المكان ده هو ده اللي هيطبعه لي. ليه؟ لان زي ما قلنا الاري اللي هي الاستاتيك اري هي باي ديفولت عباره عن انها ايه؟ عباره عن انها بوينتر. خلاص؟ طيب واضح كده يا شباب؟ في اي مشكله؟ انتوا سامعيني ولا ما حدش بيرد؟ حد يرد؟ اه تمام. طيب تعالوا كده نقعد نعمل شويه حسابات ونشوف هتعمل لنا ايه. لو انا قلت له سي اوت اللي بي بوينت عليه، اللي بي بوينت عليه ليست، يعني كده سي اوت اللي بي بوينت عليه كده الادرس وليست، تفتكروا هيطبع كام طبقا للي عندي تحت؟ لا لا مش ليست بلس 1 استريك ليست، هيطبع مين؟ هيطبع اول واحد اللي هو 11. طيب اللي عندنا دي هيطبع كام؟ بوينت استريك، شايفين اللي انا واقف عليها دي اللي البوينتر بيشاور عليها؟ لو انا عملتها في سي اوت هيطبع لي كام؟ الادرس بتاع 12 ولا 12 ذات نفسها؟ 12 ذات نفسها. طيب ممتاز جدا جدا جدا. طيب لو انا طبعت دي بالظبط كده، برافو عليكي. هنا ايه اللي هيحصل؟ الاستريك، الاستريك ليست هتطلع لي 11، أقاد عليها 1 يبقى هتطلع لي 12. أمال إيه هنا اللي حصل يا شباب؟ أنا راح دور على الليست بلس 1 فراح عند الأدرس بتاع 12 وقال له هات لي اللي بي بوينت عليه، فطبع الإيه؟ 12. خلاص كده يا شباب، واضحة؟ واضحة دي؟ تعالوا قبل بقى ما نروح للباسنج باراميتر نروح للكود. تعالوا كده لو انا جيت هنا زي ما قلنا انا عرفت دلوقتي ايه؟
انا عرفت دلوقتي الليست دي. لو انا قلت له سي اوت ليست، بس قبل ما نبتدي خلينا نقفل كل اللي فوق ده عشان ايه ما نضيعش وقت. اوكي، في حاجة تانية؟ لا مفيش. جميل يا شباب، يلا بينا. لو ناوي ينام زي المرة اللي فاتت ممكن بقى نروح أحسن نستخدم الميموري ميتة. أوكي أهو، راح عمل إيه يا شباب؟ لما أنا عملت له سي أوت ليست عمل لي إيه يا شباب؟ اداني الميموري ادرس بتاع اول بايت فين؟ اول بايت في الاري بتاعتي دي. واضح كده؟ طيب لما انا جيت قلت له بعدك اول بايت، اول بايت طيب دلوقتي كده دلوقتي بيقطع ولا كويس؟ ألو؟ بيقطع برضو؟ طيب تعالوا كلمة أو كلمة لا، يعني دلوقتي لسه بيقطع ها؟ دلوقتي كده كويس، طيب تمام. طيب إحنا هنا عملنا إيه يا شباب؟ إحنا هنا عملنا إيه؟ إحنا هنا جينا عرفنا static array وبعدين بعد كده عملنا see out للست اللي هي اسم ال variable. انا كنت لسه بقول لكم ايه وانا بشرح، بقول ان لما بعرف static array ال static array ال variable ده بيتشال فيه ايه؟ بيتشال فيه الادرس بتاع اول بايت في ال array دي، خلاص. فبالتالي لما انا قلت له see out الليست ده ايه اللي حصل؟ طبع لي الادرس بتاع اول بايت في الاري دي. ماشي كده يا شباب؟ طيب تعالوا كده، انا جيت بعد كده قلت له ان انتشر بوينتر بي ايكوال ليست، انا كده عملت ايه؟ الستيتمنت اللي انا واقف عليها دي عملت بيها ايه يا شباب؟ اللي هو 108 and 7. طيب فكر تاني كده، فكر تاني انا عملت ايه تاني كده؟ انا لا ثانيه، هي دي مش بتفكركم ايه؟ طيب انا بسمعك وانا دلوقتي. الو، ايه السؤال؟ الستيتمنت دي بتعمل ايه؟ انتجر بوينتر بي ايكوال ليست، انا هنا عملت ايه؟ انا هنا عرفت بوينتر جديد وخليت البوينتر ده بيساوي الاري. جميل، فاصبح عندي دلوقتي كان التو الليست والبي الاثنين بيتعاملوا مع نفس الاري. واضح كده؟ لان لو تاخد بالك بعدها لما عملت له في الستيتمنت 38 قلت له الاري ادرس وطبعت الليست طبع لي دي. طيب لو قلت له الاري ادرس وطبعت البي، تعال نشوف كده هيطبع لنا ايه.
اوكي. لو تلاحظ ان اللي طلع ايه يا شباب، ان الاثنين ليهم نفس الادرس، فانا كده بالظبط كاني عرفت بوينتر جديد ورحت اديته الاري. في الحاله دي اقدر اتعامل مع الاستاتيك اري دي از اف ان هي دايناميك اري بالظبط. فبالتالي لو انا جيت قلت له شايفين كل دول كده، انا هنا، انا هنا بعمل ايه؟ بطبع الايه الادرس، بعملها فور لوب من i equal 0 لغايه i equal 6 اللي هم السته elements اللي عندي في الاري. خلاص، فاول مره قلت له اطبع لي الليست بتاع الادرس بتاع ليست بلس i، كانت الاي ب 0 فطبع الادرس بتاع مين؟ بتاع ليست اللي هي اللي هي مين؟ اللي هي زيرو، اللي هي 110. بس هنا بيطبع الادرس، خد بالك مش بيطبع الفاليو معايا. بعد كده قاعد بطبع الايه الفاليو. تعالى بس نشيل دي عشان ما نتلخبطش. يلا بينا تعالوا نران وهنفهم دلوقتي الدنيا عامله ازاي من الران. ظهر عندك ليه؟ ما انا عامل شيرنج. طب هما بيقولوا لك تعمل ايه؟ طيب كان في واحد تاني بيقول مش ظاهر عنده، عمل نفس القصة. تمام كده يا شباب. طيب تعالوا بقى، أول حاجة لما أنا طبعت الليست طلع لي الأدرس ده، يبقى احنا قلنا الأري اللي عندي اللي موجود جواها كلمة ليست دي الأدرس بتاع أول بايت في أول إليمنت في الأري. جيت عرفت بوينتر وخليت البوينتر ده بيساوي الليست، إيه اللي حصل هنا؟ بقى أنا ممكن من خلال البي أتعامل مع الستاتيك اري از اف ان هي دايناميك اري. خلاص كده يا شباب، وبالتالي اقدر اعمل لها ريتيرن من فانكشن وكده، وده هنعمله مع بعض كمان شويه ان شاء الله. وبعدين عملت ايه؟ دخلت فور لوب من i equal 0 i less than 6 عشان اعرض الانفورميشن بتاعه الست اليمنت الموجودين عندي في الاري. اول حاجه قلت له اروح اعمل لي سي اوت الادرس اللي هو عباره عن ان هو ايه ليست، مش كده؟ بلس الاي، اول مره كانت الاي بزيرو فبقى الليست، يبقى اول مره كان الليست ده اللي هو عباره ان هو ايه الادرس بتاع اول اليمنت في الاري اللي هو احنا طبعناه 100 مره قبل كده هنا وهنا. طيب لما الاي بقت بتساوي واحد فهو راح للاليمنت اللي بعديه فلقى ان الادرس بقى كام؟ الادرس بقى اتغير. ولو تلاحظ الفرق في التغيير يقول لك ان هما في فرق بينهم 4 بايت، لان لو تلاحظ اول واحد ده كان 50، تاني واحد ده كان 54. طيب لما كانت الاي ب 2 بقى الادرس اكبر منه ب 4 بايتس تانيين. طيب لما الاي بقت ب 3 بقى الادرس برضو اكبر منه ب 4 بايتس تانيين، السي دي اللي هي كانها ايكوال 12. خلاص، وهكذا بقينا نفضل ماشيين لغايه برضو بعد كده 4 بايتس تانيين اللي هي لما بعديها وبعديها 4 بايتس تانيين. يبقى انا هنا طبع الليست دي فيها الادرس، كل ما بحرك الليست دي بواحد كاني بروح للادرس بتاع الاليمنت التاني اللي وراه في الاري. طيب لو انا عايز الفاليو بقى فاروح اقول له والله اطبع لي الفاليو، اطبعها لي ازاي بقى؟ عندي 100,000 طريقه للفاليو دي. اول حاجه اللي بيبوينت عليه الليست، ماشي؟ طيب ليه بقى؟ لان الليست دي احنا في الاخر اكتشفنا ان هي بوينتر. طيب لما طبعنا اللي بيبوينت عليها الليست اللي هي اول فاليو طبع لك كام؟ 110. طيب ننزل اللي بعديها ليست اوف اي طبع لك كام؟ 110 برضو. ننزل اللي بعديها بي او اللي بي بوينت عليه البي بلس
الاي اللي هي بلس زيرو يبقى البي بوينت عليه البي طبع لك كام؟ 110 اي اللي هي هنا برضو. طيب روح اطبع لي بي اوف اي اللي هي بي اوف زيرو راح طبع لك ايه؟ 110. يبقى انا هنا عرفنا معلومة مهمة قوي قوي، ان الاستاتيك اري ما هي الا انها في الاخر ايه يا شباب؟ بوينتر، واقدر اتعامل معاها بشكل البوينتر تماما زي ما انا عملت في الستيتمنت دي وزي ما انا عملت في الستيتمنت دي، ماشي؟ طيب وفي نفس الوقت اقدر ان انا اتعامل معاها على انها استاتيك اري، ان انا استخدم الايه الادريسز اللي هو هنا. ولو جيت خدت بوينتر وسويته بيها في الحالة دي أتعامل معاه على إنه واحد تاني زي الإيه؟ زي وزي الليست بالظبط. الميزة الزيادة اللي عندي هنا إن أنا ممكن أريتيرن البي من الفونكشن، وأنا ما أقدرش أريتيرن الليست دي من الفونكشن. دي الميزة الوحيدة اللي هستخدمها أو هتبقى عندي لما أقول له integer pointer p equal a list. واضحة يا شباب ولا تهنا شوية؟ علشان أول مرة يبقى عندي أول element، تاني مرة تاني element، تالت مرة تالت element، رابع element وهكذا. ماشي. يس. أول مرة كان هيطبع لي الليست اوف والليست وبلس زيرو هيبقى يطبع لي الليست اللي هي الأدرس بتاع أول إليمنت، أول بايت في أول إليمنت في الأري، ماشي؟ تاني مرة الأي بايت بكام؟ بقت بوان، فهيطبع الليست بلس وان، الليست بلس وان اللي هو كأنه راح لأول أول بايت في تاني إليمنت في الأري، ليست بلس تو أول بايت في تالت إليمنت في الأري وهكذا. انا جيت هنا في اللاين بتاع 37 عملت ايه؟ عرفت بوينتر، ماشي، انتجر بوينتر سميته بي وخليته ايكوال ليست. لو تاخد بالك انا من شويه قلت لك ان في الحاله دي انا اقدر ان انا اتعامل معاه كبوينتر او اتعامل معاه كدايناميك اري، فبالتالي اقدر ان انا اقول له روح اطبع لي اللي بي بوينت عليه البي، او اقول له روح اطبع لي بي اوف زيرو او بي اوف 1، بي اوف 1 او اوف زيرو دي زي اللي موجوده هنا دي، يعني اقول له اطبع لي بي اوف وبدل الاي خليها 5 مثلا، فيطبع لي اخر اليمنت في الايه في الاري. فانا هنا سويت بوينتر بالاري بتاعتي، بقى البوينتر مشاور على كل اليمنت في الاري عادي جدا 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 زي الفل، ماشي؟ لو انا جيت حتى هنا قلت له عملت قلت له ان البي اوف 5 بتساوي 170، ايه اللي هيحصل؟ اللي كان بيسال جيت هنا كده اهو هنا اهو قلت له بي لا سوري اللي بي بوينت عليه خلينا بي اوف 5 الاول ايكوال 170، ايه اللي هيحصل هنا يا وحش؟ ايه انا عملت في ايرور؟ مش حد يقول لي. طب خلاص يا سيدي شكرا. ايه اللي هيحصل؟ لا انا كان لا لا اللي انا مين اللي هتتغير 160 ل 170؟ برافو عليك، هو ده اللي حصل هنا. انا هنا اتعاملت مع البي كانها بالظبط، كانها بالظبط ايه؟ كانها بالظبط ايه؟ اري. طيب تعالى بقى شيل ده وقلت له ده وفتحت القوس ده كده اديني دقيقة هرد عليك بس بعد ما اللي كان بيسألني يجاوب. ال 39 دلوقتي هتعمل ايه؟
سطر 39. ايه؟ الله ينور عليك. يبقى انا كان ممكن اكتبها ازاي؟ يا اما P of 5 equal 170، ودي معناها ايه؟ خليلي الاليمنت الرقم اللي هو الاندكس بتاعه 5 اللي هو رقم 6 equal 170، او اللي بي بوينت عليه البي، البي بت بوينت على ايه دلوقتي؟ بت بوينت على اول اليمنت، ماشي؟ اللي بي بوينت عليه البي بلس 5 يبقى اخر اليمنت موجود عندي خليه ايكوال كام؟ خليه ايكوال 170، يبقى في الحاله دي اخر اليمنت برضو هيبقى 170. يبقى الاثنين دول بيعملوا نفس الايه؟ بيعملوا نفس الحاجه، صح كده؟ طيب مش ده كان ممكن ده بالظبط اشيل البي واحط ايه؟ لو انا شلت البي هنا اقدر احط ايه؟ برافو عليك، ليست، واجي هنا ليست، هم زي بعض بالظبط. خلاص نيجي بقى، ايه الميزه الوحيده لعمو ده بقى؟ الميزه الوحيده دي ان انا اقدر ارجعها كريتيرن من فانكشن، انما ما اقدرش ارجع الليست كريتيرن من فانكشن. بالظبط كده، برافو عليك. احنا هنعمل حاجه زي كده دلوقتي. خلاص خليني اجاوب على السؤال اللي كنت لسه بتساله من شويه قبل ما ايه ما نروح. طيب انا عايز اعرف بوينتر اللي كان بيسال، انا ممكن اقول له انت بوينتر بي، ماشي؟ دي اول حاجه، او ممكن كده، ماشي؟ او ممكن كده. ايه الفرق بينهم بقى الثلاثه اللي كان بيسال؟ الو يا شباب، هو الصوت راح ولا ايه؟ الصوت بيقطع. طيب انتوا شفتوا اللي انا كتبته من شويه؟ ها يا شباب، طيب بص انا هعمل ايه دلوقتي. شايفين التلات تسطر اللي هم 37 و38 و39؟ شايفينهم يا شباب؟ ايه الفرق بينهم؟ برافو عليك، هم التلاتة نفس الحاجة. فبالتالي اللي كان لسه بيسأل، انا ممكن احط البوينتر العلامة بتاعت الاستريك جنب الفاريبل وسبيس قبلها، او احطها جنب التايب وسبيس بعدها، او احط سبيس قبلها وسبيس بعدها، كل ده ينفع، ماشي؟ طيب لو بتسالني، مين افضل؟ الافضل اللي فوق دي. ليه؟ عشان لو انا جيت هنا قلت دي، هي دي دلوقتي بوينتر ولا انتجر؟ انتجر. يبقى بالتالي لما بتبقى علامة النجمة جنب الفاريبل أفضل ما تبقى هي هنا، لأن أنا لو أنا جيت هنا قلت له كوما إيه هتتلخبط، هتبقى فاكر إن البي والإي هما الاتنين إيه؟ بوينترز، ماشي؟ يبقى في الآخر هما التلاتة 37 و38 و39 زي بعض بالظبط، ما فيش اي اختلاف بينه، ولكن الافضل علشان انت ما تتلخبطش هو ان انت تستخدم ايه؟ تستخدم اللي في 37. اهو سهل، اهو سهلة جدا، بس كده عرفت اتنين بوينترز.
عرفت على كده اتنين بوينترز على طول، الدنيا زي الفل. ماشي كده، اتفقنا يا شباب؟ طيب تعالوا بقى نعمل حاجة لطيفة قوي، نرجع للبرزنتيشن بتاعتنا تاني. اه، هو انا ينفع ابعت البوينتر as a parameter لفانكشن؟ الاجابة اه طبعا ينفع. بصولي على اللي هنا ده، البرامترز دول ايه يا شباب؟ بس انا ما اكبرها كده، خليها تشوفها احسن. البرامترز اللي هنا دي ال P1A وال P2A، الو يا شباب سامعيني؟ ها الاثنين بوينتر، انا هنا ال two parameters دول بوينترز، ماشي صح كده؟ بس ايه الاختلاف بين ده وبين ده؟ ايه الاختلاف بين P1 وبين P2؟ برافو عليك. ال P2 هو عبارة عن call by reference. هتقول لي ده ايه اللخبطة دي؟ هو انت مش بتقول لنا ان البوينتر اساسا فيه أدرس؟ اه طيب، وانا ببعت أدرس بتاع أدرس؟ لا انا مش ببعت كده. انا تعالى لو فكرت كده، هل حد يقدر يفسر لي P2 دي عبارة عن ان هي ايه؟ بس عايز حد كده ركزوا ثانية وفكروا قبل ما حد يجاوب. ال P2 دي ممكن تكون، فكري يا بنتي شوية، ادي لنفسك دقيقة فكري. الادرس بتاع بوينتر يعني ايه؟ ايوه هي، انا مستني ثانية دي. انت قريب قوي. انت قريب قوي، تعالوا نفكر فيها. هي بي 2 دي فيها ايه يا شباب؟ دي ايه؟ الو يا شباب انا مش سامع والله. طيب خلينا ناخدها خطوه خطوه. هي بي 2 دي، ايوه ايوه ماشي. طيب خليك بقى معايا دقيقه واحده. دلوقتي البي 2 دي عباره عن ان هي ايه؟ عباره عن انها بوينتر، فالمفروض ان اللي موجود جواها ايه؟ ها المفروض اللي موجود جواها ادرس. شباب انت ادرس، جميل قوي قوي. طيب انا باعت، هل الادرس اللي موجود جوه البي 2 ولا الادرس بتاع البي 2؟ ها ما تسكتوش كده بفتكر. طيب انا هنا، هنا ببعت الادرس اللي جوه البي 2 ولا الادرس بتاع البي 2؟ لا غلط، برافو عليك، بالظبط كده. الادرس اللي جوه البي 2 دي انا ببعتها هنا في اول واحده، انا هنا دي ببعت الادرس اللي جوه البي 1، ببعته as a parameter خلاص. طيب انما هنا انا ببعت ايه؟ انا ببعت الادرس بتاع البي 2. طيب هي البي 2 ذات نفسها مكتوب جواها ايه؟ مكتوب جواها ادرس، يعني انا ببعت ادرس اوف ادرس. اه ببعت. طيب هل انا بحتاج في الريل لايف حاجه زي البروبلم دي؟ اه بحتاجها. هتفتكروني كده ان شاء الله لما تدرسوا ماده كده السنه اللي بعد الجايه اسمها ثيوري اوف كومبيتيشن، ولما تدرسوا بعديها ماده اسمها كومبايلر ديزاين. مين اللي كومبايلر ديزاين؟ كومبايلر ديزاين هتلاقيكم بتستخدموا حاجات زي كده. ماشي يا شباب، فهمنا. انا دلوقتي بالنسبه للبوينترز اقدر ابعت، ايوه انت بتقولي هتسألي سؤال ولا بتقولي ايه؟ ما عندناش احنا قوي ابلكيشن لان انا ابعت بوينتر كول باي ريفرنس،
وانا حتى دي ما جيبهاش حتى في امتحانات لان هي تلخبط، محتاجة تبقى انت فاهم شوية بوينترز اكتر من المستوى اللي احنا بنوصل له في الترم ده. انما اللي انا بوضحه طيب ممتاز جدا جدا. تعالى دلوقتي لو افترضنا جدلا ان انت بتعمل الكومبايلر اللي هيكتب فيه الكود ده معايا، وعرفت فاريبل في الكمب في الـ في الـ 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 اليوزر بتاعك، عرف فاريبل، الفاريبل ده هيكون بالنسبه لك ايه؟ هيكون بالنسبة لك أدرس، والفاليو اللي جواه هتكون بالنسبة له أدرس برضو. فبالتالي أنا هنا بتعامل مع تو أدرسيز مع بعض. هو ذات نفسه كفاريبل اسمه P2، هو جواه أدرس بتاع الفاريبل اللي معرفه اليوزر اللي انت عامل له كومبايلر. وانت علشان تتعامل معاه as a variable انت بتتعامل بالادرس بتاعه، عشان كل شوية اليوزر لما يغير تبقى انت تمام ومتأكد ان كل حاجة مظبوطة. يبقى انا هنا في كي، انا ايه؟ انا ككومبايلر. خد تاني الكيس دي مكعبلة شوية، افهموا يا شباب، خدوا واحدة واحدة. دلوقتي في الكومبايلر C++، ماشي؟ السي بلس بلس ده مش عبارة عن ان هو برنامج بياخد اللي انت بتكتبه ويبتدي يحطه في الميموري ويعمل عليه الاوبريشن علشان يرجعها لك مظبوطة معايا. الكومبايلر ده بيتعامل مع الفاريبل ازاي؟ ما هو خد بالك كأدرس، ممتاز جدا، كأدرس في الميموري. برافو عليك، برافو عليك. الكومبايلر بيتعامل معاه، ما خد بالك انا دلوقتي الفيجوال ستوديو، خلاص انا كفيجوال ستوديو لما انت عرفت فاريبل من التايب انت، خلاص انا بتعامل مع ايه؟ مع ادرس. مش هتعامل مع ليه؟ لان انا عايز اوصل للفاليو اللي في الاخر اللي في الانت ده علشان اجمعه على الانت التاني وارجع لك النتيجة احطها لك في الانت التالت. بالظبط كده. معايا يا شباب؟ وعشان كده يعني في معظم الاحوال الكومبايلرز غالبا بتتعمل بلانجوج بتكون بتسبورت البوينترز، ما ينفعش ما تسبورتش البوينترز يعني. اوكي يا شباب، anyway يعني ال اند اللي انا عايز اطلع بيها من السلايد دي واضحه جدا، اللي هي ايه؟ ان انا ممكن ابعت البوينتر باي فاليو او باي ريفرنس، وممكن اريتيرن بوينتر من فانكشن. واضح كده يا شباب؟ واضح؟ تمام يا ولاد، زي الفل. طيب لو انا عندي اري، وببعتها لفانكشن زي الكيس اللي موجود على الشمال دي، انا قلت له الفانكشن اسمها ام بتريترن فويد، والبارامتر بتاعتها انت ليست وافتح الاقواس كده واقفلها وانت سايز، دي بالظبط كاني قلت له void m int pointer list وانت سايز. يبقى انا وانا ببعت array ممكن ابعتها بالشكل ده وممكن ابعتها بالشكل ده. واضح يا شباب؟ وبنفس الطريقه ممكن ان انا لو انا ببعت array of string بالشكل ده ممكن اقول له لا خليها string pointer بالشكل ده.
الاثنين دول يا ولاد equivalent لبعض بالظبط، وانا ببعت ايه بارامتر للافي. عشان خدوا بالكم في اوقات اتفضل اللي على الشمال فوق ده، ببعت لفانكشن وده البارامترز بتاعت الفانكشن. البارامترز بتاعت الفانكشن عباره عن انها ليست اري، اري اوف انتجر اسمها، وهسميها عندي ليست. العادي، العادي اللي على الشمال ده العادي، اللي على اليمين ده انت ممكن تاخد اللي على الشمال ده تعمله كده وهيشتغل ويبقى زي الفل. فاهم ليه بقى كمان بقول لكم المعلومه دي يا شباب؟ لان في اوقات كتيره قوي ممكن تبقى انت وانت بتدور على حاجه فبتشوف كود حد غيره غيرك من زمايلك عامله، تلاقي انا بعت له اري والتاني بيستقبل الناحيه التانيه بوينتر كده، الله وازاي بيشتغل؟ تلاقيها بتشتغل وزي الفل. ماشي. نعم. طيب انا ممكن اريتيرن بوينتر من فانكشن، طبعا ممكن اريتيرن بوينتر من فانكشن، ودي احنا هنعملها دلوقتي حالا مع بعض. ماشي. طيب قبل بقى ما نروح للديناميك اري، ودي يعني اخر حاجه عندنا تقريبا، ده احنا كده شكرا. ده شايفين يا شباب انا هنا عملت ايه؟ ده هنا انت يعني دي بس مش عارف ايه؟ هتاخد ده يعني اللي انا بعمله هايلايت قصدك يعني؟ المين اولا، المين ممكن تبقى انت وممكن تبقى void، مش لازم تبقى انت، لو خليتها void هتشتغل. المين البارامترز الوحيده اللي ممكن تاخدها اللي انا عامل لها هايلايت دي بس. جوه المين ايه بقى؟ انت عايز تتعامل مع void pointer؟ طيب. حاجة كده مثلا. بص انا مش هديها لكم دي لانها دي صعبة عليكم قوي في الوقت الحالي. طيب بتستخدم في ايه؟ يعني ازاي يبقى void pointer؟ ازاي pointer بيأدرس void؟ ان دي غالبا لما باجي ابقى عايز اشيل صورة، اشيل memory allocation من غير ما احدد ايه اللي جواه، بستخدم الايه void pointer كده. يعني انا عايز memory allocation، memory allocation ده مش محدد ايه اللي جواه، مش متأكد ان هو integer او whatever، انا عايزه زي ما هو zeros and ones، فبستخدم void pointer دي. فاهم؟ طيب انا هنا print array دي معايا عملت ايه يا شباب؟ رحت سيبك من الكونستانت ده كمان ملوش لازمه اهو، بعت لها integer pointer list، وانا لما رحت ندهتها بلاش list دي خليها خلينا نسميها AR عشان ما نتلخبطش مع الليست التانية. مش كده يا شباب؟ أنا هنا بعت عملت إيه؟ أنا هنا عرفت الري اللي اسمها ليست معايا، وبعدين
رحت قلت له روح اعمل لها ايه برنت. تعالى كده نقفل كده كل دول مش عايزينهم في الوقت الحالي. اوكي طيب تعالوا نران الكلام ده. هو واضح ان اول ران بتاخد شويه وقت وبعدين بعد كده ربنا بيسهلها اهو. عمل ايه؟ سيبك من اريب بيفور ريزيرف دي ريفرس اسف، انما راح طبع لك الاري. طيب انا بعتها له كاري، شايفين انا بعتها ازاي؟ انا بعتها اري، وفي الناحيه الثانيه رحت استلمتها على انها ايه؟ انتجر بوينتر. الله، واشتغل. طيب ده انا كمان جوه قمت عامل ايه؟ قمت عامل ايه ار اوف اي، اتعاملت معاها تاني على انها اري. طيب حد يقول لي لو انا عايز اشيل ايه ار اوف اي ممكن اعمل ايه؟ وتشتغل برضو استريك اهي، ايوه ايه ار ها خلينا ناخدها خطوة خطوة. انت عملت استريك، الاستريك معناها ايه؟ اللي هو الاستريك على بوينتر بت 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 ايه بتجيب مين؟ بتجيب فاليو، صح؟ يبقى انا لو قلت له استريك اي ار بس هيطبع الفاليو بتاعت اول element، صح كده؟ صح؟ برافو عليك. وانا مش ده اللي انا عايزه ومش ده اللي انا عايزه، انا عايزه ايه؟ يتحرك. عشان احركه اقوم رايح اعمل فتح قوس هنا واقول له هنا بلس اي ويشتغل زي الفل، صح كده؟ طب يلا زي اللي احنا كنا عملناهم ايه؟ عملناهم فوق. هو اشتغل زي الفل. طب يا شباب انا عايزكم تعملوا ايه دلوقتي؟ انا حديلكم خمس دقايق، عايزين نعمل فانكشن تعمل ايه؟ تعمل ريفيرس لاري وترجع الاري ريفيرست في اري تانية. يعني شايفين دي؟ ماشي، انا عايز الاري الفانكشن اسمها ريفرس دي ابعت لها الليست ترجع لي في بي مين؟ ترجع لي في بي الاري بتاعتي ريفرس. ماشي، ساكتين ليه؟ عايز حد يقول حاجه؟ طيب لا، بتعمل برينتنج دي خلاص، بتعمل برينتنج دي خلاص، ما احنا غشيناها مع بعض اهي، اهي فوق اهي. انا بالظبط كده، بس 3 2 1 مش في نفس الاري، في اري ثانيه. يلا عندكم خمس دقائق، احنا 11 وربع. نعم، لا لا، هعمل فانكشن، هعمل فانكشن تعمل ريفرس اري فانكشن. تمام، بالظبط كده. يلا انا هروح افتح الايه التشات اتفرج على اللي هتحذفه لي. يلا وروني بقى كده، عايزكم تبهروني يا اولاد. ده في اسئله كانت هنا وانا ما كنتش واخد بالي منها. وانا اعمل سكت المايك، لا مش بسكت المايك. اوكي الاسئلة، ما ماجد the whole content will be recorded and uploaded on the model right. هابلودها بقى غالبا على درايف زي ما احنا اتفقنا مع بعض، وبعد كده ممكن اعمل لها ابلود على على
اليوتيوب. مش فاهم. طيب يا بط is having trouble uploading it due to connection problem. يس بس الموضوع بتاع الموضوع بتاع ان احنا نرفع على الدرايف اعتقد هيبقى افضل. هسكت بقى عشان تعرفوا تركزوا. حاضر. يا مريان بصي انا اللي انا عايزه ان مش اعمل لها سي اوت، انا عايز الفها في اري تانية. يعني الاري اللي اسمها اي ار دي لما تجيلي اخدها واعمل لها ريفرس في اري تانية. لو انا شاطر وجدع قوي هريترن الاري التانية ريفرس. ماشي، مش المشكله ان انا اعمل لها سي اوت، يعني انا مش هنا عايز اعمل سي اوت، انا عايز اغير اللي جوه الاري.
يلا برافو عليك. عمر ايوه يا عمر دلوقتي عندك غلطة بسيطة، بس غلطة بسيطة قوي، غلطة بسيطة يا عمر. انت سامعني وانا بكلم يا شباب؟ سامعني؟ سامعني يا شباب؟ حد يرد عليا؟ ألو. طيب عمر، هنا في عندك غلطة بسيطة. أنا عايز ريتيرن البوينتر، مش عايز ريتيرن البوينتر، مش عايزه يجي لي فاليو. خد بالك، أنت هو جاي لك كده، أنت مش عامله حتى باي ريفرنس، أنت عامله باي فاليو. الو يا جماعه، سامعيني ولا لا؟ الصوت كده كويس ولا لسه بيقطع؟ طيب انت عندك هنا الغلطه في ايه؟ ان انا هنا البي انا عايز ارجعه، مش عايز ان هو يجي لي از بارامتر. وحتى لو انا عايز اعمله باي ريفرنس، يبقى كان لازم أقادل إيه، أحط جنبه الأدرس بتاعه معايا. يبقى أنا مش عايزه يجي لي أز بارامتر، هو أنا عايز أرجعه من الفانكشن بتاعتي. يلا التعديلة اللي عندك بسيطة، اعملها ورهاني يلا. وأنا مستني يا شباب الباقيين فين. يا مريان يلا وريني بقى بعد ما تعدليها، وريني يلا. أنا منتظرة وحسكت الصوت عندي لغاية ما تخلصوا. لسه برضو يا عمر مش صح قوي. عمر سمعني يا إب؟ طب ثانية واحدة، خليني نخلص عمر الأول. أنا هنا هي هترجع انتجر بوينتر، فيبقى بالتالي لازم هنا في بوينتر. حلو كده. وبعدين
في حاجة هنا مهمة قوي. أنا هنا هعمل أري جديد. أنت شايف أنا عامل هايلايت على إيه يا عمر؟ أنا هنا هعمل أري جديدة. ماشي؟ فيبقى لازم أعمل لها إيه؟ ها؟ أحجز لها الميموري اللوكيشن بتاعها. صح؟ يبقى لازم أجي هنا أتعامل معاها أزيف إن هي دايناميك أري البي دي. خلاص؟ يبقى end pointer b equal. ها كمل انت يا عمر. بعد equal مطرح null هنكتب ايه؟ لا مش size. الديناميك array كنا بنعمل ايه؟ في كلمة مهمة قوي في الديناميك array اسمها ايه؟ بالضبط new space end of افتح القوس size. غير كده وريتيرن مش البوينتر للبي الريتيرن للبي ذات نفسها على طول كده. غير كده لا وتحت بقى لازم برضو استلقاها في حاجه مش كده ماشي. لازم تحت يعني اخد يبقى في فاريبل عندي ايكوال الريفرس بتاعك. بالظبط كده. طيب كان في مريم بتسأل. ايه مريم ايه في البرمايك بتاعك يا عمر؟ مريم طيب حطيها. بحطيها يا بنتي. انا احنا كلنا نتعلمنا ازاي الا من غلطاتنا. حطي يا بنتي ما تكسفيش. واضح انك حطيتي. طب اصبر عليا. يعني انت مش بعيد قوي. طيب تعالي نمشيها خطوه خطوه. اول حاجه احنا اتفقنا ان احنا هنرجع انتجر بوينتر. ماشي؟ يبقى صلحي بقى عندك واحنا بنشتغل مع بعض. ماشي؟ يبقى شايفه الانت اللي انا علمت لك هايلايت عليها كده يا مريم؟ هنحط جنبها ايه؟ ما احنا انتجر بوينتر يبقى هنحط جنبها ايه؟ البوينتر اللي هو الاستريك. ممتاز جدا جدا. دي اول حاجه. جميل؟ وبعدين نفس اللي كنت بقوله لعمر، انت هنا بتعملي بوينتر. مش كده؟ ده انت عايزه تشيلي في الان الاري الجديده اللي هي كانت جايه لك في البي، صح كده؟ جميل جدا جدا. يبقى انا محتاج احجز لها ميموري الوكيشن. دلوقتي انا عندي خمسه اليمنتس، الخمسه اليمنتس دول هحطهم فين؟ لازم احجز لهم ميموري الوكيشن. احجز لهم ميموري الوكيشن ازاي يا مريم؟ زي ما كنت لسه بقول لعمر، ها؟ قلت له يعمل ايه؟ ممتاز. يبقى int pointer n في الحتة دي مطرح الأستريك هقول له equal ايه؟ new space int وافتح البراكتس واكتب جواها ايه؟ السايز. جميل. انا دلوقتي شايفة الستيتمنت اللي انت كاتباها دي. جميل. دي بتعمل ايه؟ static array. لما انت عملتي int ar of 5 ايه اللي حصل جوه في الميموري؟ راح حجز مكان لخمسة integers ورا بعض في الميموري. حلو؟ وهيحط فيهم الفاليوز اللي انت هتقولي له عليها واتفر هي ايه. جميل كده؟ طيب لما جينا بقى في الفانكشن اللي اسمها reverse دي. الفانكشن اللي اسمها ريفرس انت عرفتي له ان وقاعده تقولي لي اللي بيبوينت عليه الان ايكوال مش عارف ايه. يبقى الان دي عباره عن انك عايزه تتعاملي معاها ان انت تحطي فيها فاليوز، صح كده؟
جميل، عشان احط فيها فاليو يبقى لازم احجز لها ميموري الوكيشن، ولا احطها فين؟ يبقى علشان صح. ايوه ثانيه واحده بس، بس هي خدي بالك من حاجه، هي هي الميزه اللي في الدايناميك اري ان هي ممكن ان السايز يتاخد بعد الران، لكن هل ممكن يتاخد قبل الران؟ طبعا ممكن. يعني في الدايناميك اري السايز بتاعها انا ممكن اخده قبل الران وممكن اخده بعد الران، بس هي فيها ميزه عن الاستاتيك اري ان الاستاتيك اري انا لازم اثبتها زي ما انت عامله كده، ما ينفعش اقول له ان الخمسه دي هاخدها من اليوزر. ماشي. الدايناميك اري الخمسه اللي انا هحطها له دي ممكن اخدها من اليوزر او ممكن اخدها من عندي، الاثنين شغالين. وصلت يا مريم؟ طيب جميل قوي قوي. طيب انا هنا عايز اعمل ايه؟ انا هنا قلت له انت بوينتر ان ايكوال بقى ايه؟ ها قولي لي كده عشان حاسس ان انا نسيت. ها ايوه انت، وافتح البراكت، برافو عليك كده انا حجزت لها الميموري الوكيشن. طيب انت هنا باديه من ان من الاكس بتساوي السايز، والاكس less than or equal، لا هي great، لا السايز مالكيش دعوه بيه ما تغيروش، والاكس ماينس ماينس. طيب خلينا نبتدي، السايز عندك كام؟ جميل جدا جدا. روحي بقى عند عند الاندكس الاري بتاعتي، عدي على صوابعك كده معايا، اول اليمنت الاندكس بتاعه كام؟ زيرو. لا ثانيه، الاندكس انا هنا بستخدم اندكس، فبالتالي يبقى سايز ايه؟ لا سايز دي يتحط جنبها ايه؟ طيب عدي على صوابع كده، انت عندك خمس صوابع صح؟ جميل جدا جدا. اول صابع لو بنعد، لو بنكاونت 1 2 3 4 5 صح كده؟ جميل. لكن لو بنعمل اندكس بقى يا مريم هيبقى اول صابع كام؟ زيرو. عدي بقى معايا للاخر 1 2 3 4 مش كده؟ يبقى انا هبتدي من اندكس 5 ولا هبتدي من اندكس 4؟ ايوه اعملي سايز ماينس 1، دي ما سمعتهاش انا معلش انا اسف. وهيفضل شغال عندي طول ما، بس مش اصغر من، هو مش ما عمروش هيكون الاكس اصغر من زيرو، هو طول ما هو greater than or equal zero و x a minus minus. طيب جميل قوي ماشي جميل. انا دلوقتي عايز ايه؟ عايز ال p اخدها من فوق صح؟ و او من الاول، وال n اخدها من مين؟ من الاخر صح؟ جميل جدا جدا. يبقى يا اما ان انا اعمل ايه؟ اعمل ال p بلس i، انا كده واخد من فوق او من الاول ونازل للاخر. جميل. انا عايز ال n بقى تبقى من الاخر للاول، اعمل ايه؟ يس. خدي بالك ان الان دي مش هتتحرك بالظبط كده. عندك حل بسيط قوي قوي. طيب او خليني اشوف كده، حد عنده حلول يا جماعه؟ اقتراحات حلول؟ هو ايه اللي قفله؟ اقتراحات؟ لا ال n بلس اكس هياخد من فوق برضو. ها ما ما ما, ما تخلينا نسهلها يا جدعان، سهلوا ربنا يسهلها عليكم وعلينا كده، خلوا الايام تعدي. ها
ان بلس بلس دي تنفع، دي تنفع. يعني لو جينا هنا خليناها اللي بي بوينت عليه ان بلس بلس، اعتقد دي تنفع. طب مريم انا حامل زي نصيحه حد قال لي عليها، من ان احنا ايه هنسرق الكود بتاعك بعد اذنك معايا ونحله ايه مع بعض. يلا على الكومبايلر يا اولاد، ها تعالوا احنا هنتعب نفسينا ليه، ولا تعالوا نروح للكومبايلر الجميل اللي انا عاجبني ده. اوكي كنترول في. اوكي طيب، اول حاجه احنا قلنا صلحنا بيها مع مريم ان احنا هنا قلنا هنحط ايه. ها مريم صلحي لي بقى، برافو عليكي بوينتر. اوكي نيجي للمين هنا نقول له بس ريتيرن 1 عشان ايه احنا عاملينها ريتيرن 1 اي ريتيرن كده. طيب ايه تاني يا شباب؟ الريفرس قلنا هتريتيرن انتجر بوينتر، ممتاز. وقلنا هنا الان دي هنخليها ايه يعني، ها كملي لي غششين يعني. نيو انت اوف احنا قلنا عايزين ناخد الاري اللي جايالنا بي دي معايا ونعمل لها ريفرس في اري تانية، جميل. طيب فور اكس ايكوال سايز، ها ايه الشطاره دي، ايوه كده، واكس جريتر ذان اور ايكوال ايه ده، جريتر ذان اور ايكوال زيرو، ماشي، واكس ماينس ماينس. خلينا كده نجرب دي بلس بلس وين ريتيرن الان، خلاص. وخليني اسرق من الكود بتاعي بعد اذنكم اللي هي بتاعه البرنت، كنترول سي، ونيجي هنا نعمل ايه كده كنترول في اهو عملنا برنت. وبرضو اخد من الكود بتاعي شويه حاجات كده، كنترول سي، كنترول في. طيب تعالوا بقى هنا كده، انا مش محتاج السايز دي من اساسه، احنا خلاص بعتنا له الخمسة. لا احنا عايزين نعمل ايه الاري قبل ما نعمل لها كنترول اكس كده كنترول في كده، طبعنا الاري قبل ما نعمل لها ريفرس، وبعدين روحنا نعمل لها ريفرس اهي، احنا مسمينها AR كده مظبوط. اوكي وهنا دي اسمها AR. اوكي ماشي كده يا شباب. print array احنا سميناها P وتمام، يلا بينا تعالوا نران كده ونشوف هيقلب معانا ولا مش هيقلب. هنا ايه؟ طب ثانية واحدة، هنا عملنا البرنت اري 1 2 3 4 5، ايه اللي حصل هناك؟ وانا هناك مثبتها بستة ولا ايه؟ انا بعت ستة، معلش انا اسف، هنا خمسة. خلينا نصلح العك اللي احنا عكناه ده، وهنا دي
خمسة. أوكي نران تاني. أيوة يا مريم بتقول إيه؟ طب مصمم. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، والتانية دي مش عارف جابها ليه. أنا في برنت أري ستة هنا كمان، أوكي، وهنا دي عكت خالص. طيب تعالوا بقى نشوف هي عكت ليه، أو تعالوا ناخد حاجة كده إيه نبسطها شوية. حلو؟ طيب دي خمسة. بدل ما أقعد أصعبها على نفسي ومش عارف إيه، أحط فاريبل تاني سي هسميه أي، ماشي؟ وأجي هنا أقول له int i equal zero، ماشي كده؟ وأجي هنا i plus plus كده، الدنيا اتسهلت. تعالوا نرن. اهو اخد الاري. انت شايفين اللي مكتوب تحت يا اولاد؟ البتاع بتاعت الشيرين دي رزل قوي اهي. الاري خدها 1 2 3 4 5، رجعها 5 4 3 2 1. يبقى سهلنا على نفسنا ولا لا؟ ها كده اسهل كتير. خلاص. طيب اللي هي في 34 صح؟ ايوه. ليه انا هنا لما جت لي البي هي جايه لي محجوزه الميموري الوكيشن بتاعها في مكان تقعد فيه الخمسه انتجرز. انا هنا بروح اعمل ايه؟ بروح اعكسها، فبعكسها في اري تانية مش بعكسها في نفسها. خلاص؟ بعكسها في ايه؟ في اري تانية مش بعكسها في نفسها. ففي الحاله دي اعمل ايه؟ لازم ان انا احجز لها مكان للاري الجديده اللي انا هعكسها فيها. الحاجه الوحيده اللي بتحجز مكان هي ان انا اعملها ايه؟ اعملها بالدايناميك اري كده. واضح كده؟ الكود كله؟ ما هو الكود كله. ايه ايه ايه؟ ان هنا اجي اقول له ان بلس بلس نجرب. يلا بينا. لا اكد، لان هنا اتعامل مع الان مش على ان يعني. طب استنى كده، طالما بقى بنعك نكمل عك. يلا نجرب دي احتمال. لا برضو عكت. لا يبقى لان هي هنا هي عباره انها بوينتر، فبالتالي افضل ان احنا ايه؟ ان احنا نروح نعمل زي ما عملنا كده. ماشي اهو. طيب خلينا يعني ممكن نعملها دي وبعدين خلينا نعدي. اصل انا عايز اقول لكم على حاجه الاول وبعدين اقول لك دي مش ظابطه ليه. طيب شايفين كده الكود اللي كان بيسأل الكود كله فين اهو؟ شايفه؟ والله يا ابني اهو ينفع. طيب طيب الحقيقة أنا لو هعملها بشكل تاني بقى خالص، حاجة أعمل إيه؟
هاجي اقول فور انت اي ايكوال زيرو كوما كوما جي ايكوال سايز ماينس ون معايا. وطول ما ايه الاي او الجي greater than الاي ده الكونديشن اللي هيخرجني و اي بلس بلس وكمان جي ماينس ماينس. وبعد كده هاجي اقول له ببساطه شديده ان ان اوف اي اكتبها صح لا ان اوف اي مالها ها ايكوال ايه يا شباب هون انتوا مش معايا ولا ايه؟ الو طيب اكملوا لي الستيتمنت اللي انا واقف فيها دي. جميل انا 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 هنا عملت ايه ايكوال ايه البي اوف اي اوف جي سوري اوف جي. هو انا مش في كل الاحوال كنت قبل كده مستخدم تو فاريبل فاريبل انت كنت مسميها اكس وفاريبل تاني انا جبته سميته اي صح كده. جميل قوي. انا عايز الاي تبقى ماسكه اول اليمنت في الاري والجي تبقى ماسكه اخر اليمنت في الاري صح كده. جميل جدا جميل جدا جدا. الاي هتزيد والجي هتقل صح. فانا جيت قلت له 4i equal 0 دي ماسكه اول اليمنت في الاري ايه ايوه حد يبقى الاي بلس بلس صح ماشي انتي صح ماشي انا عملتها غلط ما تزعليش خلاص. يبقى الاي هتبتدي بالزيرو وتتحرك للبلس بلس زي ما انت قلتي فعلا والجي هتبتدي من سايز ماينس 1 اخر اليمنت وترجع للماينس ماينس. هاجي اخد اللي في ال P of J وحطه في ال N of I. طيب وافضل اعمل القصة دي طول ما ايه طول ما J اكبر من ال I. ليه يا شباب؟ علشان لو انا عملتها كلها هتلف وتتعدل تاني فاهمين؟ يعني انا لو عملت ريفيرس لو ما عملتش ريفيرس لغاية النص بالظبط ايه اللي هيحصل؟ هكمل ريفيرس فهتتعدل تاني معايا؟ فبالتالي طول ما الجي اكبر من الاي انا شغال. طيب لو الجي بقى بتساوي الاي يبقى ده معناه ان هي الاري دي عباره ان هي ايه عباره عن انها اود نمبر زي اللي انت عاملاها دي. فبالتالي هل التلاتة هيحصل فيها اي حاجه؟ مش هيحصل. فبالتالي انا مش محتاج ليها اي حاجه ماشي كده. طيب تعالوا كده نران الكلام ده ونشوف هيعمل ايه. ايه ده عمل اتنين دول مش بيبدلوا مطرح بعض. لا انا هنا مش هعمل ده يبقى هنا الجي جريتر زين. طيب صلحوا. طيب الايرور ده حصل ليه يا شباب؟ هنا غير الاربعة والخمسة بس ليه؟ فهيقوم خارج بالظبط. هي انا الكونديشن ده هنعمله لو انا بقلب لو انا بقلب الاري في نفسها وانتوا هتعملوه دلوقتي. طيب انا هنا طب صلح لي بقى اللي كان بيجاوب يلا صلح لي الغلطه اللي انا عملتها مالها جي مالها مريم انت كنت عاملاها صح صلحي لي قولي يا دكتور انت عملتها غلط
or equal mean؟ لا ها زيرو بالظبط كده. يلا بينا نران. اهو عمل اول اري كانت 1 2 3 4 5، ثاني اري 5 4 3 2 1. ها مين مش فاهم؟ ليه؟ الأولانية صح لو أنا بريفرس الأري في نفسها، يعني أنا دلوقتي وده اللي أنا أساسا هطلبه منكم تعملوه دلوقتي، أنا عايز بقى الأري بي دي أقلبها في نفسها. يعني إيه؟ يعني تجيلي زي ما أنت عاملاها 1 2 3 4 5، ترجع من عندي 5 4 3 2 1. ماشي؟ أنا برافو عليكي، فعشان كده لازم الخمسة يلفوا تاني. ماشي؟ وضحت كده؟ جميل؟ طيب أنا عايزكم بقى تعملوا اللي أنا كنت لسه بقول عليه، أنا عايز أريفرس الأري في نفسها. ماشي؟ هنسميها فانكشن، هنسميها ريفرس تو. يلا لا اقعدوا انتوا اشتغلوا وانا هبتدي بس اظبط هنا الكود بتاعي عشان ايه تعمل. عشان هتريترن انتجر بوينتر، هتريترن بوينتر. ريتيرن الان بالظبط كده. ماشي يلا ايوه اسال وانا بشتغل. بالديناميك اري يعني؟ ثانية واحدة، أنت هنا كان ممكن ترجع الأري في أري تانية إزاي؟ ما كانش عندك، أنت ما ينفعش تريفرس تريتيرن أري، فدي بتوفر لك إن أنا أقدر ريتيرن أري، واخد بالك؟ دي ميزة. طيب يلا هنسمي الفانكشن ريفرس 2 يا شباب. ايوه معاكي. هو انا عامل ميوت ولا ايه؟ شير السكرين، استنى اوقف الشير سكرين بتاعتي. يلا شير سكرينك. عارفه تشيريها منين يا مريم؟ اعملي شير للسكرين بتاعك يا مريم. بقول لك اعملي شير للسكرين بتاعتك، انا قفلت الشير بتاعي. ايه طيب لو مش عارفه تشير السكرين، اكتبيها حطي الكود بتاعك في الكومنتس هنا.
خلصنا، لا قربنا نخلص. اشمعنى انتوا عندكم سيشن دلوقتي بعد كده على طول؟ طيب 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 بصوا خلونا نتوقف كده، احنا اللي باقي كلام بسيط قوي. اللاب هيكون هكون فيرم بس مع هيثم واقول لكم. بص يا مريم، البي ماينس اكس شايفه اللي انا واقف عندها كده، بدل البلس دي حطي ماينس. استني صحيح، لا صح، المفروض يشتغل. لا المفروض يشتغل. هو مديلك ايرور فين؟ ايوه علشان بس انت ايوه انت ما طبعتيش ال ان اللي رجعت لك، يعني لازم فوق بقى في المين الريفرس دي تاخديها في انتجر بوينتر وتطبعيها. بصي على يعني بصي على الكود عندي هنا، يعني انت ده مرجع الان مظبوط تمام. انت شايفين الكود عندي؟ اوكي ده مرجع الان مظبوط، انت مرجعاه مظبوط وتمام وزي الفل. لكن في المين لو عملتي فانكشن اللي هي زي برنت اري دي خلاص، وجيتي بعت لها الاري بتاعتك، فهتطبع عادي وتمام وزي الفل. ماشي طيب خلوني في دقيقه كده اعمل ريفرس تول اللي احنا بنقول عليها دي، مش هتاخد مننا دقيقه عشان تروحوا للسيشن بتاعتكم. هو مين السيشن اللي جايه؟ بالظبط كده بالظبط. يعني انا هنا لازم اجي اقول له من التايب انت تمب مثلا اهو، ماشي، وهاجي هنا هقول له ايه؟ هقول له ان تمب equal مين احنا مسمينا p of i اوكي، وبعدين p of of i equal p of j، ده سواب عادي جدا. وبعدين p of j equal مين temp معايا، ونشيل بقى دي كده خلاص، نشيلها دي ملهاش لازمة اوكي، وهي مش هترتلنا حاجة لانها void، البي هترجع ايه معمول خلاص. يبقى انا هنا بعمل سواب ما بين الاي والجي، وعشان كده في المرة دي بقى حطيت الكونديشن ايه، طول ما الاي اكبر من الجي في الحالة بتاعتنا هيشتغل مرتين وبس، والباقي هيتظبطوا. هيبقى يحط الخمسة مطرح الواحد، في المرة التانية هيحط الأربعة مطرح اتنين، بعد كده مش هيعمل تاني لأن التلاتة اللي في النص هي اوريدي في مكانها. تعالوا نجرب نران كده، أنا بتهيألي كنت مجهزة كلها. أوكي يلا بينا. أي إيرور ريفرس تو نوت ديكليرد إن ذيس سكوب، فين ريفرس تو دي؟ كنترول سي كنترول في، يلا نرن اهي. عمل ايه؟ اول واحده اهي دي الريفرس في اري جديده،
ودي الريفرس في الاري نفسها. ما كنتش عامل الفانكشن بروتوتايب وانا عامل المين اللي هي ريفرس 2 تحت. طيب ماشي كده يا شباب. انا عشان السيشن اللي عندكم انا متشكر جدا 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 والحقيقه مبسوط من الانتر اكشن مع ان مش كتير اللي بينتر اكتوا معايا، لكن في ناس بتنتر اكت. anyway